ومن مقر الهيئة الوطنية للانتخابات ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك بعدما فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات أبوابها اليوم ولمدة 10 أيام لاستقبال طلبات المرشحين. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرتم وذكر المستشار أحمد البنداري رئيس اللجنة التنفيذية للهيئة الوطنية للانتخابات، هذه الأبواب فتحت بالفعل اليوم للتقدم للمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية للانتخابات الرئاسية 2024 منذ 9 صباحا وتستمر اليوم حتى 5 مساء لمدة 10 أيام كما ذكرتم. ولكن أيضا بعد 10 أيام وبعد استيفاء الأوراق المطلوبة للمرشحين المحتملين سيكون هناك إعلان في 16 أكتوبر عن الموافقة، من تمت الموافقة عليهم من المرشحين بالإشهار بالموافقة على المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم. ثم بعد ذلك يتم فتح أبواب الطعون والتظلمات بداية من 16 أكتوبر حتى 9 نوفمبر. يكون هناك مرحلة للتظلمات، مرحلة للطعونات، مرحلة للإعلان الأخير في 9 نوفمبر، يتم الإعلان النهائي عن المرشحين الذين تمت الموافقة عليهم لخوض الانتخابات الرئاسية 2024. وفي نفس اليوم تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين وتستمر حتى 29 نوفمبر. لم يتقدم أحد حتى الآن كما ذكر المستشار أحمد البنداري التقدم بأوراقه للجنة المنعقدة منذ 9 صباحا، ولكن تم وضع شروط معينة لهؤلاء المتقدمين. هذه الشروط نوعين، إما أن تكون شروط خاصة بالشخص في حد ذاته أو حتى شروط خاصة تؤهل المرشحين للتقدم بالأوراق اللازمة للانتخابات. الشروط الخاصة بالمرشحين في حد ذاته مشروط الشخصية ألا يقل سنه عن 40 عاما، أن يكون مصري الجنسية وأبويه أيضا مصريين الجنسية ولم يحصلوا على أي جنسية ثانية، وأيضا الزوجة ألا تحصل على جنسية أخرى، أن يكون خالي من الأمراض التي ممكن أن تؤثر على قيادته للجمهورية بعد ذلك، سواء هذه الأمراض تكون بدنية أو ذهنية. من الأوراق الهامة والتي تجعل حسب الدستور والقوانين الخارجة من هذا الدستور على أن يحصل المرشح المحتمل ليتقدم بأوراقه إما على 20 تزكية من مجلس النواب أو حتى على 25,000 توكيل من لهم حق الانتخاب من 15 محافظة مختلفة على الأقل بالطبع. هذه أقل حاجة من أقل قدر من التوكيلات الممكن أن تقدم بها المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية 2024. أيضا بالإضافة لذلك عليه أن يتقدم بالصحيفة الجنائية لتثبت أنه خالي من أي أحكام جنائية من ممكن أن تكون صدرت عليه من قبل. أيضا بجانب ذلك أن يكون أن تقدم للكشف الطبي، هذا الكشف الطبي يؤكد أيضا على سلامتها العقلية والبدنية، وتم تحديد 3 مستشفيات ليتم الكشف بهم، إما مستشفى الشيخ زايد التخصصي أو حتى مستشفى معهد ناصر أو مستشفى العاصمة التي تخرج منها هذه الأوراق المعتمدة لدى الهيئة الوطنية للانتخابات. وكما ذكرنا منذ صباح اليوم لم يتقدم أي أحد بأوراقه حتى الآن، وننتظر بالطبع حتى 5 مساء وانتهاء اليوم الأول. أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس، كنت معنا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.